هاي سراي الكبير صرح أثري عثماني موجود حد مبنى مجلس النواب اللبناني بوسط المدينة. تم بناء المبنى سنة 1840 كمقر للأجهزة العسكرية والمدنية للدولة العثمانية، وبعدها صار مقر للحكام العثمانيين فتسمى بسراي الولاية، ومن بعدها السراي الكبير. وسراي كلمة فارسية تعني البيت. الانتداب الفرنسي استخدم المبنى كمحكمة، ومن بعدها كمقر للمفوض السامي وحمل اسم المفوضية العليا. وعند استقلال لبنان سنة 1943 حولوا الرئيس بشارة الخوري لمركز رئاسة الجمهورية لفترة قصيرة، ومن بعدها استعملوا رياض الصلح كمركز لرئاسة الوزراء وأعاد تسميته بالسراي الكبير. أصيب السراي بأضرار كبيرة خلال الحرب اللبنانية، وتمت إعادة إعماره بعد الحرب، وانتهى العمل فيه سنة 1998. مين قال إنه اللوحة المعلقة على المدخل الرئيسي للسراي بتقول لو دامت لغيرك لما وصلت إليك؟ أنا قال. نشوفكم بكرة.